إذن مشاهدينا متتبعينا على الصفحة الرسمية شوف تي في لايف، نجدد الترحاب بكم هنا بالمدينة العتيقة بمدينة فاس العاصمة العلمية. معنا واحد الأرملة هنا توفى الرجل ديالها في بوركينا فاسو، كما كتقول على اللسان ديالها هو أن الرجل ديالها قباس في شهر واحد مشى لبوركينا فاسو على حساب يخدم خدمة موسمية ورجع بحاله، إلا وكترجع له كيرجع مسكين جوج التهاميده. غادي نخليكم التفاصيل تحكيها لنا الزوجة. أختي شنو المشكل اللي عندك؟ المشكل اللي عندي ممكن ترفعي الصوت شي شوية. راجلي مشى يخدم في بوركينا فاسو، شي ناس صحابو جاو لعندو، ماشي صحابو جاو لعندو يقلبوا على شي خدامة، جاو لعندو طلعوا عندو من حي واحد آخر عندنا في لابيطة هنا، طلعوا لعندو بقاو قالو هذا قباصة هي هاديك زاو، قالو راه بلاتشي بالوراق بالفيزا بكل شيء، صوبوا له الفيزا ديالو، ملي صوبوا الوريقات مشى الباسبور مشى الفيزا ديالو، ملي مشى داوه تما ملي داوه بقى واحد المدة ديال شهر. شي شهر هو كيتواصل معايا بالتليفون عادي وداك الشيء، من حق رمضان بغى يصيفط لنا شي بركه هكا باش طلع طالب الفلوس ديالو، قطعوا عليه التليفون وقطعوا عليه التواصل معانا، قطعوا عليه اي حاجه، خلونا تنقلبوا عليه تقطع الحس، كنقلبوا نقلبوا حتى لقينا داك الصحفي اللي صيفط لنا ليه الوراق ديالو، هو اللي كنا نتكلموا معاه باش عطانا النمره ديال هذوك صحابو اللي داك الكفيل ديالو. الكفيل كاين واحد اخر، واحد تما كاينه من بوركينا فاسو صحافي، هذاك هو اللي عطانا النمره ديال هذوك اللي معاه. لما عطاه لينا عطانا النمره ما كيهضرش معايا، راجلي كيهضر معايا هذاك اللي داه، كيقول لي راه ما كاينش، راه هنا هنا. ملي كنقول له انا بغيت نهضر مع الراجل ديالي كيقول لي راه دابا ما عندناش، ما بعيد مني. ملي كان يهضر معايا هو قلت له انا راجلي ما بقاش عليه عندي عليه الاخبار، قلت له خليه يهضر معايا، قال لي ما عنديش كي ندير نتواصل معاك، قلت له اصلا مشى معاك، قال لي واخا مشى معاك مشى معايا هو معايا، ولكن تنشير ما عندك كي دير تواصلي معاه. بقى هكا تل العيد الكبير، العيد الكبير قال لي انجي، ومن قلت له واش تجي ولا شنو دير، قال لي ما بقناش نجي، راه تقادات لنا الورقة والفيزا وداك الشيء، راه ما يمكنناش نجيو. وقلت له ولا ما يمكنناش نجيو، صيفطوا لي راني ولا حوايجي ولادي تلاحوا لي في الزنقة، حوايجي حطيتهم في الكراج، ولادي تشردوا لي، عندي ثلاثة الوليدات، فين انا ندي هاد الحوايج؟ قال لنا حنا ماشي شغل، ما بقاش عندنا الفلوس وما نصيفطولكش. لما من قلت له هكا قطع عليا عاوتاني، داز مدة 15 يوم هو صيفط لي واحد التصاور مضروب بالموس مكرفص، ها هما هما التصاور اللي ضروب في رجلو، وجيبو مجوعينو واحد الصورة، واحد الصورة اللي مشى فيها ها هي كي مشى، مشى بواحد الحالة، وشوفو الحالة اللي فيها دابا بالجوع، ولا بحال الصومانيين، ما كيعطيش ياكل، كيسد عليه، كيشربو الدواء من كيبغي يهضر، من يهضر معايا واحد المرة شربو الدواء. كيهضر ضايق، كيهضر معاه هو كيقول له هضر اللي تقول اللي يقولها هو اللي يقولها هو اللي كيقول، وكيسبو وجاوب بالجواب اللي كيقول هو سبانو تعراقو ها كيمشى. هذا الزوج ديالك؟ ها كيمشى الزوج ديالك، لا حول ولا قوة إلا بالله، ها كيمشى. والحالة اللي مشى اللي سيخلى اللي تكرسوا عليها ضربو، ولا يقول لي صيفط لي الفلوس، صيفط لي 160 علاش باش نداوي باش نكسالي. انا قلت له الحوايج ولادي ملي يروحوا للزنقه، وانا كي داير نصيفط لهاد الولاد هاد الفلوس هادي باش ما عنديش ما نوكلهم، الناس داروا فيا الخرب في العيد وفي هذا، وفي كيقول لي صيفط لي الفلوس، قلت له ما عنديش، كان يقعد تيموت، وها هو مات. تيخدم باش يصيفط الفلوس الى بشار، ها هو مات، ها هو بقى تا قال لي قلت له صيفطوا لي هذا، سوي له الورق ديالو وحنا نتعاونوا نقلبوا ونقلبوا له اللي نخلصوا له ونجيبوا. قال لي الشيء ما يمكنش يجي الا ما برا، صيفط لي الفلوس برا نصيفطوا، ما صيفطوا له يبقى هنا حتى يبرا، ها هو برا وصيفطوا، ها هو قتلوا لنا وهذا اللي هنايا، ها هو هذا، لا حول ولا قوة، ها هو هنا ضعيف مسكين هنايا، انا في الطبيب هذه ديال الطبيب اللي فاش مات، هذيك تجبدي لي التصويره اللي الاخرى اللي
من بعد اختي شنو وقع؟ من بعد هي هذيك بقى هكا بقى كيقول لي صيفط فلوس من ما صيفطناش فلوس قطع لنا الهضره كاع في الخطره بلوكاني بلوكاني الصحافي بلوكاني هو كانوا كيتواصلوا معايا هما كنتواصل معاهم كنسمع الصوت ديالو تيقولوا لي راه مزيان هو ملي كيهضر معايا مغيب ما بقاش عاقل لا على ولادو ولا على راسو اني كيشربوه شي دواء الدواء اللي ما كيخليش يعقل على راسو كيفاش دوزتي هذا العام بلبيب العيد الناس الناس تلاحيت في الزنقه جا واحد الراجل مسكين عطاني واحد الكراج فنحط حوايجي كنتي كاريه كنت كاريه ملي قلت له صرف لي الفلوس باش نحط حوايجي حوايج ولادي في شي بلاصه وقعي بيت قال لي ما عندناش الفلوس ما نصيفطلكش الفلوس وراجلي مني مشى معاه من شهر واحد هو خدام دا له رزقه من هضر على رزقه ضربه ها هو كيولى لا حول ولا قوة الا بالله ها هو كيولى هذيك التصويره اللي مشى فيها ها هو كيولى ضعاف هنايا مسكين ضعاف بزاف وحالة هذه شي شهر هذه مرة شوف قبل ما عاوتاني راه شوف كيولى هذه صيفطها لنا حيت قال لك ها هو كيولى صيفط لي الفلوس باش نسواني الرجل راه كتخمج هو جا فيه مرض السكر ولا فيه كلشي كاع جميع هذا وتحفرت له الرجل دودات ليه تا خنز شي جبدو منو رابعه ديال الدود هو كيقولها لي بحال هكا كيقول لي انا راه جبدنا منو رابعه الدود قودت لي خنز سدوا عليه فواحد البيت مني قهرهم بالخنز عاد باش داوه للسبيطار عاد باش هما هزوه وكوما كوما كوما شهر ونص هو في السبيطار ما كيهضرش حتى فاق عاد باش قال لنا راه راجل كاش نوقع له اش نوقع راهني وقفت داوي التعييت ودابا خصك تصيفط لي الفلوس كنقول له انا كنت لك انا والحوايج مليوحين في الزنقه والناس اللي دايره فيا الخير وانت تقول لي صيفط الفلوس منين نجيب هاد الفلوس وانا مريضه من رجلي ما كنخدم ما والو عندي وليد واحد عنده 18 عام كيقرا واحد مكرفس حتى هو في واحد الصنيعه كي هذا الدري عنده 8 سنين حتى هو صغير ايوا خلانا شردنا الله ياخذ فيه الحق يتم الوليدات يتمنا شردنا يتم شردنا في الاول ودابا يتمنا وشتتنا دابا عندنا هي الزرقاء دابا هو دابا قال لك غيدفنوا لنا تما ما بغاش تيجي تيصيفطوا لنا من تما دابا كنطالبوا به يجي تما وياخذ حقنا ولا اله الا الله محمد فوقاش مات فوقاش 7 مليون باش يجي شحال قالوا لك؟ 7 مليون انا ما لقيتش حتى 50 درهم دابا باش عاد نجمع انا 7 مليون باش جيبوه لهنايا باش يجي يدفن من هنا هو شكون هو هذا؟ هذاك الحاج هو ما عملو لقى به الحاج التسميه ديالو ما عرفتش واش 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 الكفيل هذا؟ الكفيل هذا الكفيل واللي والاخر اللي الوسيط هو اللي قال لكم خصكم 7 المليون خصكم 7 المليون باش تجيبوهم من تما واخا انت فوقاش تسقسي الخبر ان راجلك توفى نهار الجمعه في الليل الجمعه والبارح شكون اللي عيط لك ما عيطليش انا عيط لي خوه انا مبلوكيني هو هذاك حيت من كنت كنهضر معاه ما بقاش يبغي يجاوب لي هذا بلوكاني لا هو لا الصحافي عيطت لخوه هو اللي قال له راه مات مع الوحده ديال لا حول ولا قوه صيفط لنا هذيك الصوره هذيك اللي متكي هي الصوره ديال الطبيب اللي فين مات مين مات مسكين الله يرحمه مسكين الله يرحمه ويجزي عليه وشنو كطالبي دابا اختي كنطالب بحقي من هذا الراجل ياخذ لي حقي منه وراجلي يجي لي من تما وهاد ولادي تشردوا لي في الزنقه بقيت انا ولادي في الزنقه بغيتي راجلك يجيبوا لنا هنا هنا في المغرب بعدا هي الاولى تباكرت راه لا اله الا الله حنا لينا الله حنا مشردين في الزنقه لا حول ولا قوه نخليكم مع الاخت ديالو اختي السلام عليكم عاودي لنا اختي كنتي اتصال مع اخ ديالك كنتي كتهضري معاه كنت كنتصل به وانا هي اللي كنت كنهضر معاه شنو كنقول لك هذا السيد هذا جداه من هنا من المغرب هما 4 فيهم خويا هو الرابع هما 3 ديال الرجال خويا في وسط منهم هو اللي فعل قباس خوك قباس داه خويا من هنايا منين داه كان نبلو لك يهضر معنا خويا نهار كان كيهضر معنا ساعتين ديال المقام يوميا كيهضر معنا كل نهار ساعتين ديال المقام هو كيهضر معنا هكا كنشوفوه وكيشوفنا منين قرب في الاول نهار الثاني ديال رمضان تقطعت خبار بقينا كنقلبو كنقلبو راه هنايا راه هنايا راه هنايا على القدر راه هنايا واحد النهار وش غنقول لك غير صدفات تلقى عبقادر منين تلقى عبقادر مضروب مكرفس ما كيهضرش ما كيقدش يهضر حالته حالة حالة الله منين قلنا لهاد السيد هذا دوزات له هي السيده مرات خويا كتهضر معاه منين هضرت معاه قالت له ما العبقادر ما له شنو طاري به ومهم زايدات هي وياه في الهضره بلوكاه ولا اللي كيهضر معاه كيبلوكي صافي يا اما ندير فيه ما بغيت يا اما نتوما شوفوه شوفوا اللي بغيتوا
المهم من مور هادشي هذا بقينا كنتواصلوا واحد الساعه واحد الصباح هو يصيفط لنا يصيفط لها التصاور وتيقطعتهم مضروب انتم شفتوا رجليه كي دايره مضروبه ما فيه ما يتشاف السيد ما تيهضرش معانا ما تيهضرش خويا ما تيهضرش معانا كيهضر معانا غير هو اللي داه الفلوس ما كايناش الفلوس بعدا من نهار مشى عمر الريال ديالو 10 شهور معمرها شافت الريال ديالو تشردات خرجت للزنقه خرجوا لها لحو لحوايجها حنا براسنا ناس مساكن اللي غادي نعاونو نعطي كلنا حنا بجاج حنا جوج بنات هجاجه خوتي الاولاد حتى هما على قد الحال ما كنقدوش اللي كنقدو به راه حنا شي حاجه بسيطه ولكن ما تعيشهاش هاد الراجل هذا كان خدام على ولادو كان معيش ولادو كان كاريلهم كان كلهم بلا قسم الله المهم كاين راجل في الدار واحد النهار سيدي منين هضرنا معاه قلنا له شنو واقع لهاد القادر شنو به قالك انا ما نقولكمش شنو به حتى نهار اللي يجي قلنا له شنو طاري به قالك راه حق ما قالناش راه ضرب ولا دابز ولا ضربوه ولا المهم سيد مضروب ملي كيهضر معنا القادر جوج كلمات كيقول تيقولك اللهم لك الحمد والحمد لله شي حاجه عبقى القادر مضروب عبقادر تيبقاو عليه هو قول هضر كنتي حاسين بشي حاجه كاينه حاسينيه لان الحاله تدهورات راه الراجل مشى راه الباب ما كتدخلوش شي شويش بدا كيصيفط لنا كل مره تصاور نهار على نهار الحاله كتدهور نهار على نهار من بعد داكشي من بعد ما تضربوا ديكشي قالك شهرين هو في الكوما شهرين وانا نعس كوما علاش ما تقولناش بانه راه نعس كوما شهرين خبرنا حنا الاهل ديالو هذيك الزوجه ديالو حنا خوتو حنا مشويين عليه قلنا بانه راه مريض الا ما كاينش شي حاجه الغموض راه ما كاين حتى حاجه الا مريض مرض الله راه مريض مرض الله راه خصك تقولنا راه مريض ولا واقيلا دايرين له شي حاجه اذا راه داكشي علاش ما اتصلتوش بينا من بعد منين فاق قادر بقى كي شويه كي هذا ما كيهضرش القادر بعدا ما تيقولش شي حاجه مسكين حاله مدهوره ما تيهضرش ملي كيعطيه التليفون كيبقى يغوت عليه كينهض فيه واحد المره دوزنا واحد المده عيط لي قال لي زكيه قلت له نعم قال لي راه سميتو القادر راه خرج قلت له فين مشى قال لي اختي راه هرب قلت له كيفاش هرب وانت الحاج كتقول انت اللي هزو انت اللي مداويه انت اللي مقابلو انت اللي كلشي قال لي راني مشيت حقا ديتو للشانطي رجعت لقيتو ما كاينش علاش مشى ما نعرف المهم ربع ايام مسكين هو في الزنقه مليوح ولا عاوتاني منين مشى للكوميساريه ولا ردوه لعندهم حيت هو مشى ديك لا راه الكوميساريه تما دايرين بيناتهم العلم ولا شنو دايرين بيناتهم واخا كيبغي يهرب ما كيهربش كيولي يرجع كيرجعوه منين رجعوه عيط لي قال لي ها هو هذا تيقول لي قولي له ما يعاودش يهرب تيقول لي مسكين عبد القادر كيقول لي صافي اختي عمرني ما نعاود راجل قدو قد الجبل ولا كيهضر كي الدري الصغير كيقول لي عمري اختي ما نعاود عمري ما نعاود نخرج مور ديك الشيء ما وليناش شفنا عبد القادر ما وليناش سمعنا صوته صافي تقطعت خبارو غير هو اللي كيهضر معانا مره كيهضر معانا ابيل هكا بالتليفون مره كيصيفط لنا غير كتاب راه مزيان راه لاباس حتى نهار السبت الصباح عاد صيفط لي جوج كلمات عبد القادر السلام عليكم ورحمه الله عبد القادر راه توفى الله يرحمه باش شنو واقع له العلم لله منين هضرت معاه قلت له دابا قلنا له باش مات قالك موت الله قالك راه كان مرة كان عيان ومات المهم دابا شنو من هادشي كامل عبد القادر جيت تفلح حدا وليداته قالك عطوني 7 المليون نجيبوكم لا 7 المليون كون كلقيناها كاين راه كاع ما تبقى غادي نشري دوم مرميه في الزناقي ها هو الحلاطة مليوح وهي متحيزات هي على مها وباها ما عندهمش نسا هما فقارا باش تعيش هاد المرا هاد الولاد تا هي مريضه تا هي رجليها راه رجليها دايما كتنعس بهم في الطبيب تا هي مريضه شكون اللي يخدم دابا على دوك الولاد غنخدم عليهم انا براسي عندي 4 ديال الدراري غتخدم عليهم هادي براسها راه ميت لها الراجل عندها 4 ديال الدراري راه ما كاينش اللي غيخدم عليها هاد المره راه تشردت راه بقات في الزنقه مليوحه راه بقات لا راجل لا عائله لا مسكينه لا سكينه لا حتى شي حاجه حتى الكاري راه ما رحمهاش راه ما لها حوايجها فين غادي تجلس هاد المرا فين عادي تمشي كيفاش دات هاد الحاله ديال العام وهي غايب عليها من شهر واحد دابا تقريبا شهر واحد مسكينه كتسعى كيفاش كانت عايشه وكيفاش كانت كتسعى اللي كتشد عليه شي حاجه كيعطيها اش كيعطيها والحجر الصحي راك عارفه والناس كلشي قاصه من الخدمه كلشي كيعيط على راسه الدعم ديال الحجر الصحي ما دولا من جديدته هي براسها حتى الدعم ما استفدتش منه الدعم ما استفدتش منه كاع ما استفدت لا من دعم ما استفدتش منه كنفزت على ولادي من الحجر الصحي ما استفدت لا دعم الى محاولة ديال شي حاجه نجي وحسيني لا والو بقيتي كنت عانيتي هذا العام مشى راجل عانات بزاف ماشي شويه بزاف عاد ماشي شويه عانينا بزاف ماشي شويه راه ولادها ما كانوش كيبقاو يلبسوا في رجليهم ما كانوش كيبقاو يلبسوا كتعيط وكتبقى تبكي
كنقول لها هبطي ولا تقولش، كتقول لي ما عندش ولادي ما يلبسوا رجليهم باش يجيو لعندك اختي، ما عندهمش ما عندهمش باش يجيو. الحوايج كتقول لي كنصف لهم الحوايج في الليل وكنشرهم لهم في الصباح باش كيلبسوهم، ما عندهم ما يلبسوا ما عندهم ما ياكلوا ما والو، حوايجهم تلاحوا في الزنقه ما عندهم صافي. بقات مسكينه تحت الارض وبقات تبارك الله الله يسعد، مشى لهم المعيل الواحد اللي كان هو الاب، المعيل اللي كان عندهم مات هو اللي كان هزهم، واخا مسكين كان على قد الحال كان مدفوفهم، المهم ما كانوا محتاجين حتى شي واحد، مشى بقى والله حمد. حتى هي والديها فقار، حنا ناس فقار، شكون اللي عادي شكون اللي يتكلف بهذه المراه هذه دابا؟ والله ومن النهار اللي مشى مع ما صيفت اشتريها درهم ما صيفطوش، وهو راه كيصيفط لوليداتو كيتصل بوليداتو كل شيء، وهذه المراه شنو؟ شنو من هذا الشيء كامل؟ لا حول ولا قوة، شنو كطالب اختي؟ شنو كنطالبو خويا يجيبوه لنا الجثة ديالو؟ 10 شهور هو مرمي تما، 10 شهور هو مسكين في العذاب، 10 شهور هو مدوزين عليه المحنة، ما عرفنا واش مسكين واكل ولا شرب، كيقول لي أنا داير له ريجيم قاسي، داير له تدري ريجيم قاسي، واش راه مسكين قدو في الجبل كياكل السكوبيرة كيعطيو الشلاضة، كيقول لي أنا داير له ريجيم قاسي، مات غير بالجوع، غير بالجوع مات عبد القادر مسكين مات غير بالجوع، هو أصلا بغا يقتلوه باش ما يجيش يعاود السر ديالو. حيت قال حلف بالله قال لك جا المغرب كان كيسمح به يخليه بوحديته في الدار ودار عليه العسل، كان ورجل مضروبه ودايرين عليه العسل ما كيخرج ما كيدخل، ومتى تسمحوا به نهار كامل ملي كتخرجوا تعود الصباح كتجي طلع 10 د الليل، شنو غياكل هذا الراجل؟ ما كياكل ما كيشرب، من طبيعه الحال غيوصل لديك الحاله هذه. عيط فيه جيبو صيفطوا لنا صيفطوا لنا، تيقول لي انا ما نصيفطوش ما نصيفطوش الا مات غندفنو هنا. علاش غندفنو انت تما؟ ما عنده عائله باش تدفنو تما، عطيه لولادو، ولادو راه مشوقين، ولادو مش محروقين، راه عنده ولد راه راه مسكين تا هو ميت، مو با ماتت لمو عم ابا مات، واخا نقولو مسكينه هي مراعيه ولكن راه بقى لها مو لا با، راه تيتم من جوج جوايع، وزيادة على ولادها عاوتاني تيتمو من باهم، راه حرام هادشي. وانتوما دعتي في خوكم؟ ودعنا في خونا، راه ماشي غير دعنا فيه، راه حنا متنا ماشي دعنا فيه، راه حنا تألمنا. القدره ما كانش كاع ديال هاد التكرفيصه هادي، ما كانش ديال هاد التكرفيصه كاع مسكين، ما كانش ما كان راجل درويش، راه كلشي كيعرف بان عبد القادر راجل درويش. ومسالم دابا هو ومسالم، ماشي شي واحد اللي كيدير هذيك الاحسان اللي فيه وهذاك الصلاه وهذيك العباده وهذاك استغلوه ملي عرفوه ما كيدافش على راسو بزاف، هذيك الساعه تما كاينه فين سالوه معاه حقيقه ما عرفيناش، انه هو اللي تما اللي داروا له تما راه ما عن به الا الله وهو، انه هو تصور لي تصيفطو انه هذيك الحاله مكرفص الجو، حيدي له التليفون حيدي له وراقو الباسبور ديالو الورق ديالو، علاش هذا الراجل هذا راه شي 50 عام علاش تحيدو له انتما وراقو تحيدو له التليفون؟ ما خلاو له حتى حاجه، خليو له وريقات وخلي له ما يعجبوش الحال معاكم يمشي بحالو، علاش انتما بقيتو حابسينو تادينو بالسيف؟ اذا شي حاجه كاينه قولوا لنا شنو كاين، حنا كنطلبوهم يقولوا لنا باش مات هذا الراجل وشنو كان الوضعيه ديالو تما، حنا كنطلبوهم هما هادوك اللي كانوا حابسيننا ويقولوا لنا، لان حنا ملي كنا كنقولوا لهم قولوا لنا كانوا كيقولوا لنا تيجي عبد القادر، تيجي عبد القادر مات دابا وما تسروا معاه، اذا قولوا لنا باش مات هذا الراجل، قتلوه شنو السبب؟ شنو السبب باش مات؟ سكر معايا قتلوه شاي عبد القادر، عبد القادر كان كيتريني وكيسبق وكياكل، وما كانش فيه مدمن وما كانش مدمن، ما عمره دوز عليه ولا شرب عليه شي دواء، كان مره مسكين ولكن يعني كان حتو كان كيشرب، يعني شي سكر اللي تيعاج منه وتيضرب ليه الانسولين ولا عمره ما عمره مشى لشي سبيطار، كنطالبوهم يقولوا لنا باش يعني مات هذا الراجل، يقولوا لنا باش مات بالقهرات الجوع وبالقهرات التكرفيص، الراجل مشى قد الجبل سيفطوه لنا حتى تصاوروا كي دايرين، هاك التكرفيص ها هو مكرفص من هنا، هذاك السيد هو قالوا لنا هذا اللي ضربوه، ولكن الحمد لله هذا لا حول ولا قوة إلا بالله. كلمة أخيرة أختي نسينا باش خويا كنطلبوهم إلا كانت قلبهم شي شوية زر ما يصيفطوه لنا هنا يتدفن حدان 10 شهور حنا محرومين منه، ترزينا فيه حنا راه حنا ضعنا فيه، إلا كنطلبو إلا كان شي شي محسنين ولا كان شي حد اللي يدير معاه يدير فينا هذا البليزير هذا يجيبوه لنا لهنايا، ماشي 10 شهور حنا ما عارفينوش حتى باش مات ويزيد حتى بلادو يتدفن بالغربة، حنا باغيين يتدفن هنا، حنا باغيين نتدفن هنا، حنا كنطالبوهم الله يجازيهم بخير الا ما يحاولوا يديروا معنا الاجراءات اللازمه باش حال هذا السيد يجي بحالو المغرب ويتدفن، الله يجازيكم بخير، حنا كنطالبوكم الله يجازيكم، حنا كنطالب انا كنطالب جلاله الملك يساعدني ويصبني في راجلي وفي حقي وفي راجلي يجي عندي ليله عند بنهم المغرب، انا كنطالب جلاله الملك هو اللي يعاوني ويجيب لي راجلي لعندي وياخذ لي حقي من هاد الناس اللي كرسوا عليه، عاش الملك الله يحفظه وينصره الى ما جبنا راجلي يجيب لي راجلي.
ويجيبوا عندي يدفنون ونطرحهم على قبره ينبردوا هاد الكيه ديال هاد الشيء اللي كنطالب به وكنطالب هاد الشيء اللي تكرفيتو التعاون هاد الهضره اللي دمروا الشامين هاد الدمر الشامين يدمرونا راه ربي عندي. شكرا اختي لا حول ولا قوه الا بالله. اذا مشاهدينا متتبعينا على الصفحه الرسميه شوف تي في لايف كما شاهدتي وكما تصنتي معنا القصه ديال هذه الارمله مسكينه اللي توفى راجلها بوركينا فاسو في ظروف غامضه ما عارفينش شنو الاسباب باش توفى الراجل ديالها. نتمناو له ندعيو معاه بالمغفره وندعيو معاه ان شاء الله باذن الله يكون من اهل الجنه يا ربي ويجعل مثواه الجنه يا ربي وربي يسكن فسيح جناته. مشاهدينا متتبعينا دمتم في رعايه الله. السلام عليكم.